طبعا ناحية القوش تأسست سنة 1918، يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول الإنجليز لواء الموصل، استحدثت وحدات إدارية جديدة مع تقسيمات إدارية جديدة. من 1871 ما كان اكو يعني تقسيمات جديدة، فدخول الإنجليز، فأول مدير ناحية عين كان بطرس آدمو في 27/12/1918. طبعا ارتبطت ناحية القوش يعني بالبداية 18 لحد 24 كانت تابعة قضاء الموصل، كانت قرية تابعة الموصل مباشرة، من صارت ناحية ظلت مرتبطة بقضاء الموصل من 18 ل 24. 24/70 صارت تابعة لقضاء شيخان، يعني استحدث قضاء شيخان سنة 24، فسحبوها من قضاء الموصل ربطوها بقضاء شيخان. بعدين بال70 صارت ناحية تلكيف قضاء، سحبوها من قضاء الشيخان ربطوها بموصل، ربطوها بتلكيف. فمن 70 لحد الآن تابع القضاء تلكيف. إذن ثلاث أقضية: موصل، شيخان، تلكيف. الناحية بالبداية كانت مركز يعني قشلة كان يسميها، هذه فترة العثمانية صقلي أسسها القشلة، شمال شرق شمال غرب القوش. بعدين انتقلت بيت إلياس مدالو، هسه حاليا بيت الراهبات كلدانيات، انتقلت خلف مستوصف القديم، يعني هسه مقر الحزب البارتي نفس البناية. بعدين تحولت البناية الجديدة أمام كنيسة مار قرداد، هاي الحالية على الشارع العام. هاي أربع مكانات، يعني القوش يمكن أقدم لواء، أقدم ناحية بلواء الموصل، يعني من سنة 18 27 12 18 لحد الآن مستمرة الناحية، يعني أقدم ناحية وأطول ناحية ربما بالعراق كله، يعني هيك هاي 100 سنة، يعني ناحية مو قليلة هذه إنه تبقى ناحية. حتى القرى التابعة لناحية القوش يعني حوالي 30-35 قرية، أكثرية يزيدية وأكبر قسم قرى عربية تابعة للناحية. الناحية هاي 100 سنة، والمدرسة القوش الأولى ابتدائها 100 سنة نفس الوقت. القوش معروفة بالتعليم، يعني مرميخة بالقرن الخامس اجى هنا ب 410 اسس مدرسة ودير في القوش، وصار شفيع البلدة لحد الآن، يعني هو شفيع مرميخة. فالقوش معروفة يعني بتاريخها التعليمي، بتاريخها الآثاري حتى موجودة، يعني هاي يجون سواح يزورون شيرو ملكته مثلا بندوايا، يزورون دير ربان هرمز ودير السيدة، وأنا نقبت بإله سين، هم هذا أثر آشوري قديم في سفح مصنع في سنة 2000، يعني وناحوم هم سبي آشوري قديم، يعني النبي ناحوم موجود ضريحة لحد الآن. يعني القوش بيها آثار، بيها تعليم، بيها تعايش، بيها حضارة، بيها كل شيء بيها. يعني احنا مو مدحن انه احنا القوشي، بس يعني الاخرين، انا من كنت ثانيا اكو 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 فاكهه، يعني هاي الخضار البطيخه مشهوره بالقوش. اتمنى انه هذا الجيل يحافظ على ميراث القوش، على تاريخه، على تراثه، هذا الجيل يهتم شويه يقرا بتاريخ القوش، يقرا بتاريخ المنطقه، تاريخ العراق كله. موفقين ان شاء الله هذه 100 سنه الناحيه، ان شاء الله للامام. بالنسبة لناحية القوش فتعتبر من أقدم النواحي في العراق، وقد تم تشكيلها أو تأسيسها يوم 27/12/1918، أي بعد أقل من شهرين من احتلال العراق من قبل الإنجليز، أو بعد أقل من شهرين من نهاية الحرب العالمية الأولى. وهكذا تعتبر ناحية القوش من النواحي القديمة والمهمة والتي يعتز أبناؤها بها ويحتفلون بذكراها في هذا اليوم، في ذكرى تأسيسها بمرور 100 عام على قيام هذه الناحية المهمة. تم تعيين أول مدير ناحية فيها المرحوم بطرس آدمو،
من أهالي الموصل. أعقبه عدة مدراء نواحي من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، أي خلال 100 عام 49 مديرا للناحية، آخرها الست لارا يوسف زرا، والتي تعتبر أول مديرة ناحية تنتخب لهذا المنصب في العراق على ما أظن. أما القوش الناحية وتوابعها فتتكون من مركز الناحية القوش ويتبعها 36 قرية بضمنها المجمعات السكنية. عدد سكان ناحية القوش تقريبا 55,000 نسمة. في القوش جميعهم يسكنون المسيحيون. أما في القرى والأطراف التابعة لناحية القوش فيسكنها المسيحيون والإيزديون والأكراد والعرب، جميعهم متعاونين متحابين فيما بينهم ويتبادلون الزيارات ويشاركون بعضهم البعض الآخر في احتفالاتهم ومآتمهم. هذا منذ القدم قائم في المنطقة ولا زال إلى الآن، بالرغم مما يمر به العراق من صعوبات تبقى هذه العلاقة قائمة وتبقى دائمة إلى الأبد لخدمة الناحية والمنطقة والعراق بصورة عامة. القوش مميزة بعلاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف، سواء كان من ناحية علاقاتهم مع الحكومة والدولة، وأبناؤها يشعرون بمشاعر وطنية عميقة، أبناؤها مثقفون، أبناؤها متعلمون، أبناؤها أكثرهم خريجون وحمل شهادات عليا، يخدمون العراق ويخدمون وظائفهم أينما كانوا في جميع أنحاء العراق. وأنا بالنسبة لي كمعلم عملت في عدة محافظات من محافظات العراق من دون أن أشعر بأنني غريب عن تلك المنطقة ولو أنا ابن القوش، فهذا الشعور موجود عند أبناء القوش جميعا. أما العلاقات مع الجيران والأطراف فهذه معروفة لدى القاصي والداني، والكل متعاونين متحابين يتزاورون يتبادلون المشاعر، يقفون موقف جيد دفاعا عن المنطقة وعن العراق ككل. شفنا مدراء نواحي من عدة مناطق من العراق يأتينا من البصرة ومن الجنوب، من الناصرية ومن بغداد ومن سنجار ومن كركوك ومن السليمانية، لي الشرف أن أشارك في هذه الاحتفالية المئوية لتأسيس ناحية القوش. طبعا أنا من مواليد 1934، فعشت حياتي 84 سنة مع ناحية القوش من خلال عمر الناحية اللي هو 100 سنة، وهذا شرف لي ولأهالي القوش ولكم أيضا. أنا من قرية سيتك للقوشين يسموها السيداية، قريبة على القوش، يعني جبل القوش هو الفاصل بين القوش وبين قرية اللي عشت فيها. والدراسة أيضا الصف الثاني الابتدائي درست مدرسة العزة في القوش. عدا الدراسة أنه بحكم قرب القرية للقوش والقوش يعتبر السوق الرئيسي للقرى المحيطة، فأيضا اختلاطنا كان شلون تقول متواصل مع أهالي القوش، واختلاط محترم، تعايش محترم. احنا ما نحشي على التعايش السلمي لأن احنا نعتبر احنا من أهل القوش، وأهل القوش جديرين بأنه نقول احنا نعتز احنا أيضا من القوش، رغم أنه إداريا احنا كنا عايدين من ناحية فايدة، لكن
قربنا واختلاطنا بالقش اللي جعلتنا دائما نعتز احنا القشي. يعني طبعا بحكم الظروف السياسيه صارت يعني شلون تقول مضينا بفترات نسميها عدم تواصل مو انقطاع، ومع هذا العلاقات بقت، لانه العلاقات هي اقدم من يعني من جيلنا، العلاقات هي من العشرينات ومن الثلاثينات، يعني من اجدادنا وتوارثناها نحن ايضا، ولحد الان هي افضل العلاقات مع اهل القش. يعني شلون تقول انت من تكون بمدينه تنزل الى مكان معين بسوق معين ترتاح نفسيا، دائما اهل القرى المحيطه كانوا ينزلون الى القوش، يعني هو كان بازارنا، سوقنا، خلينا نقول سوق كل القرى المحيطه. فإذا كان عندك شغل وما عندك يعني اعتيادي تنزل للقوش وترجع تهدأ نفسيا، لأنه هو المنفذ الوحيد خلينا نقول للمتنفس الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المنطقة. اعتزازي وحبي لكل أهالي القوش سواء الباقين في المدينة أو اللي صاروا بخارج العراق سواء أمريكا وأوروبا وغيرها، وأتمنى أن تعود القوش إلى سابق عهدها المزدحم بالشباب والمزدحم بالعلاقات الاجتماعية الوطيدة اللي كانت تسود المنطقة آنذاك. في البداية نرحب بالذكرى المئوية لتأسيس ناحية القوش وقصبة القوش، فرضت نفسها أن تكون ناحية قبل أن تأسيس الدولة العراقية في الحقيقة في 21. بحكم خدمتها للمنطقة كانت محل تجمع للأقليات والمكونات لخلفيتها الحضارية من الصناعة والحياكة والمعامل الغذائية كالراشي وغيرها. فالقوش من النواحي المهمة جدا في الدولة العراقية، ومنذ 64 وأنا أدرس في مدرسة القوش الثانوية اللي كنا نسميها مدرسة شيشة. هذه المدرسة في الحقيقة جمعت أطراف القوش، القصبات التابعة لها من حطارة، دوغات، سريجكا، باعذرة، بيبان، بوزان. كنا طلبة الجيل الأول من أبناء الديانة اليزيدية. في الحقيقة كنا يعني في محل أمان، ولولا الأمان والاحترام لما كنا نأتي ونصبح جزء من أهل القوش. سكننا في بيوت نبقى فيها لمدة شهر، 15 يوم، 20 يوم، وإحنا نعتبر نفسنا كحي من أحياء القوش بصراحة. وفعلا أصبحنا أحياء بوزان، أحياء حي من أحياء القوش، بيبان، حتارة افتتح فيها فرع بلدية، وكان حسب معلوماتي أول مدير بلدية المرحوم الياس بولا المعروف من أبناء القوش. أعتز صراحة في أن أكون من الذين يحيون هذه الذكرى في تأسيس ناحية القوش. علاقات مثالية جدا بصراحة، لولا هذه العلاقات لما كانت تخرج أفواج من الطلبة اليزيديين والأكراد والمناطق المجاورة، لولا هذا العلاقة الطيبة لما كنا نأتي إليها. أول مرة تعلمت وبعدين علمت أديت الواجب اللي عليا.
وأتشرف أن أكون يعني خدمت القوش. وإذا نتكلم عن الشخصيات المهمة اللي أخرجتها القوش من علماء، من مثقفين، من رجال الدين، من موسيقيين، من جميع، من أبطال، من مناضلين، من شهداء، القوش يعني قدمت مسيرة حياة الطويلة، قدمت مئات الضحايا والشهداء للعراق بصراحة. يعني بصراحة أنا تعلمت السرياني، اللغة القوشية، قبل أن أتعلم العربية. والله بصيخي وكبيرة تأث مناسبة، ومن كل لبي كبن يعني حياة زاهية وتطور وحياة بسيمة القش، القش يمت تقباره، والقش يمت مثواثه، والقش يعني شم رابع، القش والإثية من الإله الأكبر، إله إله قش يعني الإله الأكبر، وشم رابل وإله دي حرابل. وشكرنا أخون كبيرة بريل أثم جالك محكن تا خثواثي وأخنواثي ناشد القوش وناشد منطقة أخني ليثن فرق بيناثن عدولا كلن مصير دي أثأريل. وشكرنا أخون كبيرة من تاما والآخر بيبانو. أنا مهندس كمال محمد صالح من أهالي قرية عين حلوة التابعة لناحية القوش قضاء تلكيف محافظة نينوى. وكذلك الحياة اليومية عدا المدرسة، وهاي كون القرى أقرب مدينة تتواجد فيها المواد الأولية للمعيشة كانت القوش بالنسبة لنا، فكنا نأخذ المواد الفواكه والخضروات وهاي الشغلات ونلتجأ إلى القوش ونبيعها، ومقابلة نأخذ المواد الأساسية للعائلة. قصبت القوش كل الأديان والقوميات، كان متواجد اليزيدي، العربي، المسلم، المسيحي كأخوة عايشين، والحمد لله لحد الآن. يعني القوش لها فضل علينا من كل النواحي، إلى الاجتماعية والعلمية والتعاملية. من خلال هاي الإداريات اللي استلمتها بصراحة ردت أن أخدم هاي القصبة بالأخص القوش. وعندما مدينا خط 132، لأن العراق كلها تقريبا كانت تعاني من شحة الكهرباء، ووضع الأقليم كان أحسن من بقية المناطق، فتعاملنا ويا سيادة المطران ورئيس الدير ومدير الناحية إلى أبعد الحدود، كل المناسبات هم يزورونا وإحنا نزورهم. إحنا نعتبر نفسنا واحد من أهالي القوش، وهذا التعامل متواجد بيننا وبينهم وكأنه عائلة واحدة. كل المناسبات وكل الأدوار هم يزورون وإحنا نزورهم، وإحنا نفتخر بهذه اللقاءات. والله بارك من كل قلبي وكل تحياتي لأهالي القوش صغيرا وكبيرا، إداريا وحزبيا، مطرانية، وكل الإخوان اللي يحضرون في هذا الاحتفال. يعني 100 سنة من الإدارة بصراحة يعني فترة تستحق أن تقيم لها حفلة مناسبة، لأن مثلا إذا نقارن ويا دهوك يجوز عمر دهوك ما واصل لهاي، فمعناته فعلا يعني تستحق القوش بأن نقيم ونحضر ونحتفل بهذا الاحتفال. وكوني أحد مختارين منطقة القوش، من عديد من الامتيازات تمتاز بها ناحية القوش من حيث
تآلف وارتباط العشائر والأقليات القاطنة في هذه الناحية بالأخوة والمحبة، ومنذ أكثر من 50 سنة لم يحدث أي نزاع عشائري أو عداء أو تسليب أو طائفة على طائفة اعتداء. احنا نعتبرها أحسن ناحية وأنظف ناحية وأرقى ناحية بالخلق والأخلاق. وناحية القوش تمتاز أنه جمعت الطوائف والعشائر العديدة من اليزيديين ومن العرب ومن المسيحيين ومن الشبك ومن التركمان. كذلك تفتخر الناحية أنها كانت المحافظة الجوالة لمحافظة نينوى، وكونها كانت المحافظة البديلة في ناحية القوش هي محافظة نينوى. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي قريتي نهنئ ونبارك لأهالي ناحية القوش بذكرى تأسيس الناحية، بالذكرى 100 لتأسيس ناحية القوش. وأتمنى لأهالي ناحية القوش العيش الرغيد في ناحيتهم، وأبارك لهم هذه المناسبة وشكراً.